أخي برهان، أنا عملت لك شوربة خضرة رح تحبها كتير. شكرا، يسلموا إيديكي. أنت مفكرة أنه عمي مريض أمي؟ إيه ما شاء الله، مثل السبع بيأكل كل شيء، ما هيك عمي؟ طبعا ما شاء الله. في شي أكلة بتحبها يا أخي برهان مشان أطبخ لك إياها؟ مشكورة، بس هذا البيت بيتي، أنا ماني ضيف فيه. الضيف هو أنت. إذا جاي شي على بالك قوليلن للبنات ليطبخوا لك إياه. يلا تفضلوا على السفرة يا جماعة. يلا يا بنات كمال قوم. يلا جورجيت وينا؟ غرفتها جدو. شو يعني بغرفتها؟ هلأ وقت العشاء، روحي ناديها خلي تيجي تاكل معنا. قال هي مو جاية لبالها تاكل، قالت ما رح انزل. كلوا انتو. بالعادة كلنا بنجتمع على الصفرة، شو قصتها؟ ما في شي برهان، يمكن اكلت كم شغلة الظهر وسدت نفسها. انا هلأ بروح بنزلها ولا يهمك. جورجيت شو عم تعملي يا بنتي؟ قاعدة عم ارسم. بعدين بترسمي. يلا العشاء صار جاهز، قومي انزلي. مو جاي عبالي تيتي، ما بدي اكل. بس انتي ما اكلتي شي. يلا معقولة تكوني تعبانة؟ ما فيك شي؟ يلا حبيبتي. بنتي بعدين بتروح بركة بيتنا، لازم نقعد كلنا على السفرة. يلا يا روحي امشي معي. خلي بابا ياكل مع عيلته، مع مرته وحماته الجداد. حبيبتي بتزعلي تيتي وجده منك؟ اه تيتي تركيني مشان الله. يلا بقى، يلا حبيبتي مشان خاطر جدك، مشان خاطري انا انزلي لتحت. يلا أميرة دوقي هالأكلة. شو هاد؟ لا ما بتعرفيها؟ هاي أكلة طيبة بنتي، هاي بقيصري مشهورة والخالي مروة ساوت لك إياها. دوقيها، هاي بتتاكل بالعيدان، بتنعمل بالعسل والقشطة، كتير طيبة ومفيدة. يعني حلو؟ هاي أكلة مشهورة بضيعتنا، بس شغلة صعب وبياخد وقت كتير، ومو كل العالم بتعرف تعملها. كتير حلوة. لكن خدي شربي مي. يلا لشور اوعك تشربي. ما بدي. ها انت عيني، هيك بتستفيدي من العسل والقشطة. ليش ما بدك تتعشي معنا؟ شو قصتك؟ نحن مو كل يوم عم نتعشى كلنا سوا مع بعض. كيف صرتي؟ جورجيت صادي نفسها يا كمال، بس مشان خاطرنا رح تشرب شوية شوربة هلا. نعمت. نعم نهيدة. صبي شوربة لجورجيت. حاضر. فضلي. يسلموا ايديك. صحة وهنا. كلي منيح بابا، صحتين. ها هيك ومنحط هاي كمان. عينك تشوف البانيو كيف عم بيرغي، اوخ بشهي. رح تتحممي ما هيك؟ يلا حبيبتي قومي تحممي ولعبي بالرغوة. ها وحطيت عطر كمان، يلا تعي بنتي الشاطرة رح تتحمم. يلا تعي شوفي ما أحلى. هي شو حلوة هالبطة. عيونك انت الحلوين. يلا يلا رح تبرد المي. شوفي هيك كيف تحول لوردة. ها دور منيح اذا لقيته انا بالبيت. ماشي. بنت صغيرة ردت على التليفون، جيت لأحكي ما حدا رد، وبعدين صار خارج التغطية. ما بعرف وين نسيته. برأيي راح التليفون، اكيد حدا ملاقيه واخده. يمكن وقع وبلا. شو بدنا نساوي؟ أنور شوف كنان كيف صار ساحر كبير. بابا لابق ليك. فعلا بتطير العقل، صرت ساحر هلأ. ايه
اليوم اشترينا له هي البدلة مشان عرض يوم الجمعة. انتي رح تجي كمان ما هيك تيتي؟ وانا كمان. منروح كلنا مع بعض ما هيك انور؟ طبعا منروح. خلونا ناكل، انا جعت كتير. تفضلوا يلا تعا. قديشن حلوين شعرات بنتي حبيبتي، لونن اشقر مثل الذهب. وريحتهم مثل المسك. لفي لعندي شوي. انا كتير صرت حبك خالي فردوس. وانا كمان بحبك كتير يا روح قلبي. انتي الوحيدة اللي بتحبيني هون. معقول هالحكي هاد؟ وانور بيك كمان بحبك كتير. لكان ليش ما بده يعني؟ لانه ما كان بيعرفك من قبل يا روحي، وبكرة بس يتعود عليكي بصير يحبك اكتر مني بكتير. يا حبيبة قلبي. يلا لشوف إلا لتيتي. تصبحي على خير واعطيها بوسة. تصبحي على خير تيتي. وانت بخير حبيبي. ولا البابا كمان؟ ماما خلي بابا ينيمني. طيب بابا معلش تنيمني. ما بدك تبوس تيتي بالأول؟ كينان عطاني بوسة. تصبحي على خير يا أنوار. عن جد كتير منيح. حطيها وراكي مشان ترتاحي منيح. انتي هون ببيتك. والله بعرف يا شهرزاد، بعرف. شكرا لك كتير. أنوار كأنه متضايق من شي. لشو هالسؤال؟ لأنه كتير شارد، في عنده كتير شغل بهالأيام. الله بيعرف بشو شارد. بس هلأ بشوف. نام لشوف. يلا كينان حبيبي، تصبح على خير واحلام سعيده. وانت كمان بابا. بالأزمة الاقتصادية اللي بلشت تنتشر بالعالم كله، كيف رح تقدر الدول الكبرى وشوية تأسيسات المحتملة على يسلموا يا بنتي. صحة وهنا برهان بيك. شو رايحة تنامي؟ لا رح أدرس فوق تيتي. برافو بنتي، روحي الله يوفقك. تصبحوا على خير. انتي بخير. روحت المسلسل تبعي. ما في شي فيلم حلو بالتلفزيون هلأ؟ بابا عم يتفرج. امي اوف شي بملل، كله نفس الشي. يا لقوم نام احسن. جورجيت شفتي لي المقلمة تبعي؟ فرجيني شو رسمتي. تركيها من ايدك. ليش عم تعملي معي هيك يا جورجيت؟ شو بصير اذا شفتها؟ ما في تشوفيها. بس يا جورجيت صار لازم نام. يلا تصبحوا على خير. أمي أنت بحتاجي لشي بالبيت؟ أنا بحاجة هلأ لفردوس يا ابني. شو هالمرض اللي ما بيخلص؟ عم قلها أمتى رح تيجي؟ ما عم ترد بنوب. أمي لا تكبري القصة هيك. رح أزعل منك فريدة خانوم لتكوني مانك مبسوطة هون. أنا هون أكيد مرتاحة يا شهرزاد، بس لأمتى رح أبقى عنكم وتقل عليكم؟ لو سمحتي إذا بتبقي عطول نحنا مبسوطين. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. وانت بخير. ما بدنا ننام؟ ايه طبعا.
شو هالحلوات؟ عجبتك؟ بجنني. لونه حلو؟ شو رأيك؟ لابق لي؟ إيه كيف لكان؟ كتير لابق لك. يلا تعي. شو بك كمال؟ لك تعي بقى لا تعذبيني. وطي صوتك هلأ بيسمعونا. إيه ويسمعوا. أنت هلأ مرتي وحلالي، ما خليتي فيني عقل حبيبي. وين كنتي كل هالوقت؟ بحبك. أنوار، حياتي شو صاير؟ لا ولا شيء، بس ما اجاني نوم. ليه؟ ما بعرف. حبيبي صاير معك شي لحتى ما قدرت تنام؟ أنور إذا بدك تحكي لي شي عم بسمعك. ولا شي عن جد. أنا قايم نام، تعالي يلا. احنا اجينا. عمو هاني شو؟ شو هالحلو اللي اجى لعنا؟ شو في هالسحر اللي فات لهون ومعه عصاية؟ شو بالظاهر عندك حفلة تنكرية؟ طالع بتجنن حبيبي. اهلا تحت شرزات. اهلا وسهلا حبيبتي. يلا ورجيني. يلا. معناتها شو كمان؟ وهاد برافو. مرحبا خلدون. ماني قرفاني. اللي له حسب وضع الشغل. اللي له ايه؟ يلا خلاص. طيب ماشي، بس اطلع بتصل فيكي. مع السلامة. حبيبتي الدلال الزايد بملل العشاء. لا تزعلي منك. هلا شو راح يصير بالشغل؟ معقول انا روح اتسلى وانت بالشغل؟ انت اجازة اليوم ناريما ماشي، بس خدي كنان على المدرسة ولا ترجعي لهون بنوب اليوم، والعصر انا بجيب كنان. لا برجع لهون ما بيصير ما ارجع اليوم. انت بدك تزعليني منك، عم قلك لا ترجعي لهون ماشي. ما بعرف شرزت. شو يلي ما بتعرفي؟ ماني فهمانة. عم قول انت اجازة اليوم ماشي. مو هيك، انا مو قصدي هالشي، يعني مو انا عم اتصرف شي غلط. هلا شو رايك بحركاتي؟ شو هو الغلط؟ انك تحبي؟ يا شو هو يلي ما مصح يا ناري؟ الشغلات هدول انت عاجبك خلدون، وهذا واضح من تصرفاتك. يعني انت ما بتعرفي لهالزلمه مين هو وكيف طبعه؟ ما بتعرفوا بعضكم؟ بعرفه طبعا، لو ما بعرفه ايه؟ طيب شو بتعرف تعمل؟ هذا منيح، شكلك واثقه فيه. معناتها شو كمان؟ شوفيه وتعرفي عليه وبعدين شوفي شو احساسك تجاهه. وانا بهي العصايه بقدر اعمل سحر. لازم تعيشي حياتك يا ناريما. نسيتي شو كنت تقولي لي؟ شاطر تخيله. انا كل شي سمعته صحيح يا بيك. ابوها للست منال افلس، كان عنده مخالفات قانونيه وفجاه خسر كل مصاريه وبعدين توفى، ما هيك؟ صح. لما بلشت الافلاسات الاولى سنه 99 مات بالجلطة، ما قدر يتحمل الوضع. فهمت. بس منال كان في عندها أخ، قدرتوا توصلوا لحدا من قرايبينا؟ دورت ما لقيت حدا من قرايبين أبوها، ومن طرف أمها ما في غير ابن خالتها عايش بكندا. ما صح، بس دورنا على العنوان يلي معنا ما لقيناه. قبل سنتين منتقل من هذا العنوان، ما حدا حتى بيعرف وين. عم نحاول نلاقي عنوانه جديد. هاد كل شي طلع معي لهلأ. لو نقدر نوصل له، وين عايش شو عم يعمل؟ إذا مغير كنيته فالشغلة صعبة. أكيد بتعرف هالشي، مستحيل نلاقي شخص ما منعرف كنيته. هي بس فيك تدور بالسجلات الموجودة هون. طبعا رح ندور، بس بدك تطول بالك علي شوي. مفهوم، بس حاول تعجل قد ما بتقدر. طبعا. وهلأ عن إذنك تفضل. خاطرك.
مرحبا انور بيك. مرحبا فردوس، شو عم تعملوا؟ عم نتمشى انور بيك، هلا وصلنا على الجنينه. نيفين بعدها زعلانه؟ يعني صارت احسن من امبارح، بس البنت عطول شارده يا انور بيك، حاله الحزن ما عم بتفارقها بنوب. شو لساتها عم تبكي؟ لا يا ريت عم تبكي، كانه كل شيء عم تحصره بقلبها، عم تطلع على الاولاد يلي رايحين على المدرسه. والله انا عم يتقطع قلبي عليها يا انور بيك. جيبي لها اي شيء بدها اياه ماشي؟ يا ريت تحكي. يا حرام ما إلى صوت بنوب. معلش اذا بتقدري انت خدي لها شيء، انا بجي المساء. طيب انور بيك، وحبيبتنا كمان بتبعت لك بوسه، منتظرينك اليوم. طيب. اعطيني خدك لشوف هلا شو بعمل. انور بيك قال لي بوسيها لنيفين على خدها، وقال لي كمان اعملي لها لحبيبتي شو ما بتحب، انا المسا رح اجي وشوف الاميره بالبيت. يلا. الله ما اجمل الربيع. مظبوط الجو كتير حلو. الربيع موسم حلو، يعني بيقولوا عنه فصل العشاء. ليك قديش حلو هذا، عجبك؟ كتير حلو. مبروك. شكرا شكرا لك. ما بدي لا يكون ما عجبك. لا عجبني كثير، بس ما بدي اياه. ما دام عجبك خليكي لابستي. تفضلي. يسلموا. شكرا لك. كثير حلو عليك. رايحة على البيت؟ روحي نعملنا مشوار. لا والله مو خرج اليوم. على راحتك، لك عم شوفك بكره. تصبحي على خير. تلاقي الخير. ليش مستعجلة؟ لوين رايحة؟ البيك الغني. هذا أنت؟ طبعا على طول ودائما أنا. قولي لي لوين رايحة؟ اترك إيدي ومشي بطريقك أحسن لك. ما بقدر، إلي ساعتين عم بنطرك. حل عنا يا. بتروحي على حفلة؟ في فرقة بتطير العقل. ومين قال لك إني بحب الحفلات؟ كل البنات بيحبوا الحفلات، ليش أنت ما بتحبيهم؟ أنا حياتي كانت مليانة حفلات يا بيك، ومليت. أصبح خلينا نروح ناكل. تصبح على خير. شوفي، بعرف محل كتير أكله طيب. وبعدين معك، ما بدك تحل عني؟ حل عني بقى. في مطعم طلياني بجنة. تعرف أنا من زمان منتظرة هاللحظة. يطلع لي واحد غني مثلك معه مصاري كتير ومو عارفان شو بده يساوي فيها. وهي طلعت لي بسطي. ليكي في مطعم ياباني قريب كتير من هون، منروح عليه. ما تحلم هالشغلة تصير، مستحيل هالشي. لا العنوان كتير صح، بس البنت مو سهلة. يا غني بيك أنا مو ظابطة معك. بالسلامة. اسمعي، ما فينك تروحي وتقطعي الحديث من نصه. حول هاي الوردة. برافو عليك. برافو. هوكس بوكس أبرك أبرك. كتير حلوة. الخدعة حلوة. كينان بكرة عنده عرض بالمدرسة يا نوال، وعزمني إلي كمان على الحفلة. إذا بدكم أنتوا فيكم تيجوا على الحفلة. حبيبي كبران وبيعمل عروض وبيعزم كمان. بدي إجي أكلك. كنان يلا تعال غير ثيابك، تعال نخبيهم بالخزانة. يلا. حاضر. باكو مارسين وقبل كمان فرانكفورت، عم نركض ورا الشغل من هون لهون، والعمر بيخلص والشغل ما بيخلص. الحياة صاير مثل هلم هلدون.
عن جد؟ بس دائما بيكون هلم بشع كتير. لازم تحاولي تنسي الماضي يا ناريمان. الماضي كله جواتي وراح يضل عايش. مظبوط، بس الواحد لازم يكون عنده أمل ويبلش حياته من جديد. أنا دفنت كل أعمالي بأرض وطني وما بقي عندي شي هالدون. ناريمان، الوقت عم يمر بسرعة كبيرة، يعني شو صفى هلأ من العمر؟ ما ضل كتير منه. مع هيك لازم نتفائل، والإنسان بس يلاقي اللي بحبه ما لازم يستغني عنه بنوب. انتي تعرفي ما هيك؟ بعرف شو؟ اني بحبك كتير من سنين وانا عم دور عليك بكل مكان. معقول نضل هيك؟ اذا القدر خلانا نلتقي هون من جديد، طيب يعني ما لي حق اتفائل؟ منى، والله مو مبين عليكي، كيف الامور؟ الحمد لله ماشي حالة. ست فريدة، مو شايفة مالي قدرانة اوقف اكل؟ هذا الشيء طبيعي. بس منى بتنتبه كثير يا فريدة، ما بتخبص بالاكل. قد ما عم ناكل اكل صحي صرت حاسس حالي بمشفى. يا الله ما اغلظك يا كرم. ان شاء الله عقبالكم انتو كمان، مو هيك انوار؟ بس يجي الوقت ان شاء الله. حبيبتي. خلونا ندوق هدول، لأنه هدول أنتي عملتيهم شهرزاد؟ لا والله مو أنا، جمانة طباخة غير شكل، أكلاتها كتير طيبين، مو هيك أنوار؟ قومي خلينا نروح على البار. يلا امشي نجرب حظ. خلينا نشوف هالشم. شو نشرب؟ ماني عرفاني، انت شو عم تشرب؟ هذا تقيل كتير. ويكون، انا بحب المشروب التقيل. المفروض ننبسط بهالسهرة ما هيك؟ عن جد شو اللي عم تشربه؟ يا أنيسة شوفي البارمان هنيك، اسألي له. تعالي نرجع على الطاولة أحسن. طلعت جيتنا على الفاضي. زعجناه ونزعنا له مراقه. شو؟ رح اتصل بملك وهنية، الظاهر عملتك عائل. ليش؟ ملاحظ انك ما عم تعطيهم وش. لا بس هدول مو خرج. انت كيف بتقبل هيك عالم هون؟ يعني كل حدا بده يشترك بتقبله؟ والله برافو عليها، سوتك زلمة. هالبنت طلعت من قدها. معي مروة بصراحة منك ايه، بس انا لا تقولي البنات الله يخليك. لا ما في مشكلة مع بناتك، انا بعرف مع الوقت بيتعودوا علي، هذا الشيء مو سهل عليهم. امي وابي عم يحكوا معك شيء؟ حبيبي هدول امي وابي، انا كمان واجبي اخدمهم. بخص عليك، معقول ازعل منهم؟ قولي لي لكان، مين هو اللي عم يزعج لي مرتي الحلوة؟ ما حدا. خلاص كمان بدي اسألك سؤال. اسأليني. هذا هاني ليش قاعد هون؟ يعني شو له شغل بالبيت؟ اخته اتطلقت وراحت مو؟ اي بس هو خال البنات. واذا يعني مو معقول يضل ساكن معنا هون؟ انا برأيي مو حلوة. بس انا مستحيل اقول له روح، ابي بده اياه يضل وعم يدرس. طبعا انت ما تقول له، لا تتدخل. على كل حال أنا بحلها معه، لا تزعل أنت ماشي.
انتبه انت وعم ترمي، رح تخرب لنا الحيط ورح دفعك غرامه. ها اذا تاخرت البنت اللي عم تستناها شوي رح تنزل محل فوق راسنا. منيح اللي اجيتي. كيفك وليد؟ منيح. كيفك حبيبي؟ منيح. شو بتحبي تشربي؟ موافقه بس على ذوقك. حط لي كمان. شبك؟ انا هون مو شايفني؟ لاحظت بستك كمان. هلا هي بوسه؟ منيح؟ تمام. الحمل كتير لابق للمونة ما هيك؟ كتير. وهي كتير مبسوطة. وكرم مبسوط كمان. كرم كتير تغير. ايه والله منى غيرته وريحته. مزبوط. انا بقول حتجيب بنت. شلون عرفتي انتي؟ يمكن احساس، ماني متأكدة. يعني لما اطلعت فيها فورا هيك حسيت. بتعرف شو بيقولوا النسوان؟ اذا بطنها نافر بيكون صبي، واذا لا بس ما لها بطن. شلون عرفتي؟ هذا حكي. ما بعرف، بجوز لاني حابه يجيها بنت هيك حكيت. المهم الصحة واللي بيبعتوا الله منيح. طبعا. تعي يا حبيبتي. يا ريت يصير عنا بنت كمان. ما بتحب يصير عنا بنت؟ طبعا بدي. لو تعرف قدي حابة جبلو لكنان أخت. أنا كمان. وقفي حبيبتي لزبط لك شعراتك. لابقت لي هي البكلة الزرقاء؟ كتير حلوة. إن شاء الله تتوفق يا كمال. الله من عنده يسر لك أمرك. شكرا. جورجيت حرارتها مرتفعة ماما. لا تقلق، مو كتير، بس ترتاح اليوم بتتحسن. شو رأيك نجيب لها دكتور؟ ولا شو الدكتور، روحي. ما في داعي حبيبي، هلأ بتشرب شوربة سخنة وما بيضل فيها البلا. ما تعرضوا امي، ما هيك قصدها؟ قصدها تقول انه الحمد لله هي ما فيها شيء، ما هيك امي؟ يلا هلا بتتاخروا، كان عندك وظيفه علوم، نسيتي الدفتر ولا اخذتيه معك؟ لا حطيته بالشنطه تيتا. كثير منيح. الله يوفقك يا بنتي، البسي جاكيتك حبيبتي. حاضر تيتا. الله معك حبيبي. العمى شو ما عملت عم ينزعجوا منه؟ شفتي ناهدة خانهم كيف كانت عم تزور؟ انت عم تصبي الزيت على النار، شو بدك فيهم؟ لا انت كمان ماما، شقفت بنت صغيرة عم تلعب فيهم. اه انا والله ما بقدر اتحمل هيك بنت ما بتعرف حدودها. وانا مثلك. روحي كيف صرتي اليوم؟ منيحة. استني لشوف اذا حرارتك نزلت شوي. منيحة منيحة، للمسا ما بيضل فيك شيء. بابا راح هو وأميرة؟ ايه من شوي. رح أعمل لك زهورات بتحبيها ما هيك؟ أوكي. طيب رايحة على السوق، بدك جيب لك شيء معي من هني؟ ما بدي شيء تيتي. اشتري لك كرز يا قلبي؟ وانت صغيرة كنت تحبي كتير تعملي حلقة من الكرز. ليش الكرز طلع هلا؟ ايه وحتى لو ما طلع أنا بلاقي مشان حبيبتي. يا روحي. شوفي خالي ناريمان، هاي الحجارة الكبيرة بدي حولها لحجارة صغيرة. هوكس بوكس. أنت كيف عملتي هيك؟ أنا سحرته.
عن جد هالولد حيصير لاعب خفة. شوفي قديش حابب القصة. كنان وين الكتاب تبعك؟ لا تكون عملت سحر وخفيته كمان. لا هو محطوط على تختي. استني أنا بجيبه. أنور رح يجي من الشركة لهنيك شهرزاد؟ طلع من الصبح بكير، قال لي بيخلص شغله وبيجي على المدرسة. تعي تعي. يا سلام شهرزاد، نحن صرنا جاهزين. يلا لشوف. طيب أخذنا الكاب وحطينا الطاقية وكله تمام. تع يلا لشوف. ايه حبيبتي احكي لي، علاقتك منيحة مع رفقاتك بالمدرسة؟ منيحة. إذا هالغنية مو عاجبتك فيكي تغيريها. شكرا. عندك مذاكرات اليوم؟ كتابي شفهي؟ أصبح أنا في عندي عرض إلك، شو رأيك نفركها اليوم؟ كيف يعني؟ ما منداوي منهرب، شو رأيك؟ منطلع مشوار أنا وياكي وبنتسلى شوي. منيح بس إذا الأنسات حطوني اليوم غياب. تركي لي الغياب والأنسات هلأ، أنا بحل القصة. ما بدك تروحي مشوار؟ أكيد بدي طبعا. شطورة. يا بنتي سكتي بقى، ما رح نخلص من جعيره. ما تزيدي على قلبي أمي، من غير شي راسي عم يوجعني. وهدول البنات أمتى بحتاجهم بيختفوا. نعمت حطي بتخت وخلصينا منه بقى. شبه مأمون؟ ما بعرف، يمكن معه غازات. هاتي عطيني إياه. خلص أنا بسكته، روحي على غرفتي. شو ما عم تسمعي؟ عم قلك عطيني إياه، وإنتوا الاثنين طلعوا من هاي الغرفة هلا. وليه؟ سدت أمك. أمي قليلة أدب ومو مرباية، كيف بتقلعينا من هون؟ أنا ماني قليلة أدب، بعدين اتركيه لأخي ولا تلمسوه مرة تانية. خلصنا جورجيت، هذا الحكي عيب. لا تتدخلي، اتركيه لأخي واطلعوا من هالغرفة. اسمعي ولك، أنت زودتيها كتير وهلسان صار بده قص. أنت شو دخلك فيني؟ هذا أخي وأنا حرة فيه. قليلة ترباية. أمي أنت شو عملتي؟ جورجيت استني شوي. ايه تركي يا تروح، مو ناقصني غير هالفصعوني وحده قليله الترباية. امي بركي راحت لعند جده وقالت له انك ضربتيها. شو يعني انا بدي خاف من بنت صغيره بهالعمر؟ اف. ليكي هي شو رأيك نركب فيها؟ لا هي مبسوطة ما هيك بابا؟ أنا كتير مبسوط لأنه أجينا لهم، حلو أنه نكون مع بعض على طول ما هيك؟ ايه مصبوط. حبيبة قلبي. شو نافين؟ جبت لك قطعة جاتو بالشوكولا والحليب. شو نافين؟ ما بدك تدوقيها؟ هاي نافين. خلي فردوس شو صار؟ نافين الحقيني. نافين. اي عم توجعني. اخ يا رجلي. انور شو رايك نشوف اسعار الجرانيت؟ الجماعه منتظرين منا خبر. معلش بكره انا لازم اطلع هلا. مشان عرض كنان مو هيك؟ رح تحضره؟ رح يصير لاعب خفي على مستوى عالمي. كتير حلو والله، بس كيف عم يعمل هالشغلات هاي؟ هدول العاب جاهزه بس الاولاد بحبوهن كتير. ايه مزبوط. تليفوني كان فوق الطاولة. نيفين هاتي من هونيك. أخ يا نيفين.
نيفين. ايه فردوس؟ انور بيك. شو بكي، صار شي لنيفين؟ لا هي ما صار لها شي ابدا. انا وقعت انور بيك. كيف؟ فتلت رجلي وقعت على الارض. شوفي ما عم اقدر حركها يا انور بيك. طيب فردوس ايدي شوي. اوعك تتحركي. ماشي ماشي، رح ابعث لك فورا سياره الاسعاف وانا خلال 10 دقائق بكون عندك. اخ طيب طيب انور بيك. شو بها؟ فردوس وقعت، على الاغلب انفكشت رجلها. بس انت هلا ما فيك تروح. بدي روح طبعا. بعاد حدا غيرك؟ لا ما بيصير. ومشان عرض كينان شو حتعمل؟ كيف رح تبرر لشهرزاد؟ رح حاول كون هنيك. شو بعرفني، لازم لاقي لها حل. انور لا تتسرع، خلي منيره تبعت الاسعاف وينقلوها لفردوس على المشفى، بيمشي الحال. شو اللي عم تقوله كرام؟ شو اللي بدي اقوله لنيفين؟ بلا انت خليكي قاعده لحالك واعملي اللي بدك اياه. البنت ما رح تروح. فهمني يا كرام، هلا نحن عم نحكي هون عن بنت صغيره بياني لحالها بالحياه. هاي البنت ممكن تكون بنتي، في هيك احتمال. واذا طلعت هاي البنت بنتي وتركتها هنيك لحالها، شو راح افرق عن ابوك يا كرم؟ صح. انا اسف كرم، ما قصدي اكسر بخاطرك. لا ما كسرت بخاطري، هي الحقيقه. انت بس ذكرتني اني واحد بلا اسره كرم. سيدي يلا روح على شغلك، يلا روح بلا ما يصير ببنتك مثلي كمان. كرام شو رح تحكوا مع الوزارة يا بيك؟ اتصل فيه هون؟ خلص بكرة بتصل، هلا ماني حابب احكي مع حدا. مثل ما بدك. ما هيك ماما؟ حيجي يا روحي. من عرض أنور لما كان صغير، هي أول مرة بروح لأحضر هيك عرض بالمدرسة. أنور بزمانه عمل مسرحية؟ طبعا، هو وكرم وقتها. كرم كان بدور الصياد وأنور كان الأمير. لتكون بياض الثلج والأقزام السبعة. عينك تشوفي يا شهرزاد، قديش كانوا حلوين هن الاثنين مع بعض. في عندك صور له؟ ايه طبعا في عندي، بورجيكي اياها. ضروري. إجا أنور بحسان الخشبي لينقذها لأميرة الثلج الحلوة اللي عم تستناه. يا الله أولياء الأمور قديش طار عقلهم فيهم. طبيعي. يا ريت محسن كان شايفه كمان، يا ريت لو كان هنيك. ما مشيتي عليها ما هيك؟ ليش عم بقدر يا أنور بيك؟ نيفين ساعدتني لحتى قدرت أقوم عن الأرض. عم توجعي؟ آه كيف لكان، حتى الوجع واصل لظهري. نيفين جابت لي التلج، ارتحت شوي وخف الوجع. قلتي لي نيفين ساعدتك؟ برافو أنور بيك، أنا بعتذر كتير والله. كيف هيك صار؟ ما عرفت، الظاهر التويت رجلي، شو أعمل؟ خلاص فردوس مو مشكلة، بتصير هيك شغلات. أنا خبرت الإسعاف وبعد شوي بيجوا، حكيت مع المشفى ورح يبعتوا ممرضة مشان تقعد جنبك. شكرا كتير إلك. لا تاكلي هم. خالي فردوس لسه عم تجعيك؟ لا روحي، لما لمستيها صارت أحسن. ما بدك تبطلي هالعادة يا بنتي، ليش ما بتفتح الباب؟ إيه معك المفاتيح؟ والله كأنه عندك خدم وحشام.